يابا هاي مناشدة رئيس الوزراء، يدري ما يدري ما اعرف، يابا هذا الشط منه من جهة البعيثة سحقة ونص الجماعة، جماعة الحشد هاي كلها قسموها لهم. لم يكتف المتنفذون من أحزاب السلطة وميليشياتها بتجريف الأراضي الزراعية ومحو المساحات الخضراء في العاصمة بغداد، بل نالت من شريان العاصمة وأسطورة بلاد الرافدين التي ارتبط اسمها فيه بعد أن ضاقت ضفاف نهر دجلة نتيجة طمرها لبناء مشاريع سكنية بأموال الفساد تحت بند عمليات غسل الأموال. غياب تام لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني من عمليات طمر مجرى النهر المستمرة في الدورة وتحديدا منطقة البعيثة التي أضحت مطمعا للأحزاب وميليشيات الحشد الشعبي المتنفذة بسبب طبيعة أراضيها الخضراء الواسعة وموقعها المطل على نهر دجلة. شوف من هنا نشقد هاي قبالك ماكو ما مخلين بيها 100 متر. مصادر محلية أكدت أن المتجاوزين تسببوا بتراكم الأنقاض على ضفاف النهر والتجاوز على حصة المواطنين نتيجة البناء على الأراضي الجديدة، ما تسبب في تلف المناطق الرخوة على ضفاف دجلة وتشويه منظرها بدلا من أن تكون مكانا لراحة واستجمام المواطن كمثيلاتها في كورنيش أبو نؤاس والأعظمية والكاظمية. توجيهات حكومية بمنع التجاوز ورفع الأنقاض لا تلقى أذنا مصغية، فالكلمة الفصل للميليشيات، ولا تستطيع حكومة السوداني تحريك عنصر واحد ضد نشاطاتها وسط تساؤلات عن دور الحكومة في إيقاف هؤلاء المتنفذين ودورهم التخريبي في تشويه بغداد وشريانها الحيوي المتمثل بنهر دجلة. شوف الشط مع البعيثة اندفن، كله اندفن، مدينة كاملة بنص الشط، بيوت انبنت دفنا وبنبنوا بيوت. ناشطون طالبوا الجهات المختصة بتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات عن مجرى النهر ورفع الأنقاض التي طمر بها ومحاسبة من يقف وراء هذا المخطط الذي يهدف إلى الاستحواذ على الأراضي وبيعها بالتواطؤ مع ميليشيات متنفذة في بغداد.